أنا الآن المستشار النفطي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد الصبان. صباح الخير عليك دكتور محمد. يعني في البداية، ما المتوقع أن يخرج به اجتماع أوبك المرتقب، وما أبرز الملفات على طاولة النقاش اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لك وللمذيعة الفاضلة والمشاهدين. في الواقع اجتماع اليوم اجتماع مهم بالنسبة لمنظمة أوبك. منظمة أوبك هذا اجتماع سنوي وزاري تعقده افتراضيا، وعلى الطاولة موضوع الاستثمار في الغاز الطبيعي. كلنا يعرف أن هنالك اهتمام شديد وكبير بالغاز الطبيعي في ظل النقص في الإمدادات، سواء من الإمدادات الروسية أو حتى التغير الذي حدث جيوسياسيا بالنسبة لخط الإمدادات من الجزائر إلى أوروبا، والذي كان يعبر عبر المغرب والآن يعبر مباشرة إلى أوروبا. هنالك اتجاه لتنمية أو زيادة الاستثمارات في هذا المجال، لأن الغاز الطبيعي كما ذكرتم في التقرير هو أقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري مقارنة بالفحم. بالتحديد الفحم هو أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري، وإن كانت هنالك محاباة في الدول الغربية لهذا المصدر على حساب النفط والغاز. فالاهتمام يأتي من هذه الناحية. هنالك استثمارات مشتركة ستكون تحت مظلة أوبك، وأيضا مساعدات دولية لتحقيق هذه الزيادة، سواء في استكشاف مزيد من الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه الأسواق العالمية. ولا ننسى أمس، يعني أعذرني على المقاطعة، هنالك الكثير من الحديث حول تخوفات معينة لربما ستجعل هنالك تغيرات بفعل المتحور الجديد لفيروس كورونا، والتي لربما ستؤثر على قرارات منظمة أوبك. يعني ما رأيك بهذا الموضوع؟ بالنسبة للغاز الطبيعي، الشتاء قادم، حتى وإن أثر متحور كورونا في طبيعة النمو في الطلب العالمي على النفط والغاز، إلا أن التأثير هذا سوف يكون لن يكون كبيرا. كلنا سمعنا تصريحات وزراء نفط السعودية، وزراء الطاقة السعودي والروسي، والذين ذكروا بأن هنالك مبالغة كبيرة بالنسبة لهذا المتحور، وأننا واثقون بأن هذا المتحور سوف نجتاز هذه المرحلة. لكن دعيني بالنسبة لموضوع الغاز الطبيعي أذكر أن المملكة العربية السعودية بالأمس ذكرت بأنها في سبيل تطوير حقل الجافورة، والذي يعد من أكبر الحقول عالميا، وهذا سيؤدي إلى احتلال المملكة العربية السعودية للمركز الثالث في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في العالم، وهذه خطوة رائعة جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية ظل التنوع في مصادر الطاقة. نعم. طيب، سؤال مهم أعتقد في ظل هذا النمو الكبير، ليس فقط سعوديا وإنما عربيا بشكل عام في قطاع الغاز الطبيعي والاستثمارات أيضا المرتقبة في هذا المجال، هل بإمكان الدول العربية بموازاة هذه المعطيات تحقيق الأهداف المناخية؟ طبيعة الحال هي أخذ في الاعتبار. الدول العربية قد استثمرت في مصادر الطاقة المتجددة، وهي تحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال، وأيضا تستثمر في مزيد من النفط والغاز، وتحاول أن تجعلهما مصدران نظيفان. نعم. لا ويقللان من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهذه ليست مشكلة الآن. وكما ذكر وزير الطاقة السعودي، سنستمر في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط بالرغم من محاذير مواجهة المناخ، لأننا نعرف أن العالم سيظل
بحاجة إلى النفط والغاز لعقود قادمة. نشكر مداخلتك معنا المستشار النفطي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك.